خوتي خواتاتي، مرحبا بكم خوتي مع اخونا محمد خوتي اللي حكينا الحلقه الاولى. الحلقه الاولى خوتي اللي دير فيها تجربه، يعني كذب وعيقل وروح تسمونطا ومنا اخونا ما لقاش راسه واستسلم ويأس، وخاو صحابه روحوا وخلاو وحده في ترك. المهم خونا خوتي اللي جيت قبلنا بقى وحده في تركيا، ما هي تجربه جديده ما لبناش مع من كيفاش. المهم خوتي نخليكم فيها بزاف التشويق الحصه الحلقه هذه تاع اليوم، ونقولكم تبعونا وتفهموا كل شيء. خوتي خويا محمد مرحبا بك اخويا. السلام عليكم خويا عمر، جيسبر تكون بخير وكاع المشاهدين يكونوا ملاح ان شاء الله. خويا عمر، حنا كيما حكيت لك المره اللي فاتت مونتاج منا منا منا، المهم بدينا نخرجوا نعرفوا ناس، تعرفنا على حباب جداد، كريم وراد وليد، تعرفنا وفي المومو هذاك بعدا المهم هذاك كنا تما شغل دخل علينا رمضان. هذه الرحلة تاعنا دوزيام دخل علينا رمضان، وفي هذوك الأيامات مرضت أنا شوية، مرضت بصدري، مرضت وليت الكحة، سما مرضت بزاف. المهم وكانوا الأيامات تاع رمضان، المهم في الأيامات هذوك كي تعرفنا أصحابنا هذوك ديسيدينا نخرجوا انا كريم مراد ووليد. وليد هذا كان مدي نفرات معاه، مدي معاه 8 مغاربة، ويلا هنا في الحساب نروحوا معاه كل حكوا له 79 هو يدير تسليمة بالنفرات وحنا نكملوا، وصاحبنا نورمال قلنا نخرجوا معاه وصايب. المهم في الليلة هذيك رحنا في الليلة نشفى عليها برومي جير تاع رمضان، رحنا في الليلة هذيك هو راح يشري يتقدم المسائل تاعو، وحنا تاني معاه تما حنا في الحساب على دو جور نخرجو. هي في الليلة هذيك هضر مع الشغل هذاك وليد كيهضر مع هذاك اللي نخيط معاه باش يخرج السما يدينا فارس تاعو الدنيا، قال له لازم غير زوج. المهم ما كنتش على بالي بلي هما خارجين. في الليله الدوزيام هذيك هما خرجوا، انا كي طلعت الاقصر ما لقيتش حتى واحد، اي كان في التليفونات يصوني مي ما يهزوش. بعد وانا من المارد والدنيا رجعت للدار. كي رجعت للدار هما في الدوزيام هذيك الليله الدوزيام هما كانوا خرجوا، وليد والنفرات هذوك وكريم ومراد كانوا خرجوا مع صحابي وانا ما لباليش. المهم هما خرجوا، بعد رجعت انا للدار، كنت مريض شويه، رجعت للدار رقدت مش عليها جوايه 8 تاع الليل، نقول ربعه تاع العشيه هكذاك، ولا جويه 7:30 8 جا واحد صاحبي معانا تما في الدار، بعد قال لي انطق ليا، قال لي انت ما رحتش، قلت له وين نروح انا، قال لي ما خرجتش علاش، قلت له مازال باش نخرجوا، قال لي صحابي كانوا خرجوا، كيش خرجوا، قال لي في الليله تاع البارح خرجوا. هزيت التليفون هنا عيطت لكريم، هز عليا كريم، قلت له هنا كريم كيش تخرج وما تقوليش ومنا بعد زعفت منه هكذا الدنيا، وبعد قال لي انت خويا وهكذا وهو اش صرا، وقال لنا نديو غير زوج. من بعد قال لي عندك دراهم، قلت له انا ما عنديش دراهم، تفاهمنا الاول نتعاونوا ونروحوا. بعد قال لي تجي، ايوا حيرت هما خرجوا البارح نورمالمون كانوا قطعوا، قلت له كيفاش نجي تمسخر بيا، قال لي احنا مازلنا في قريب الحدود، قال لي احنا مازلنا وكيما خرجنا من كركلي هما واش صرا لهم، كي راحوا في الليله هذيك تاع البارح ما حبش يقدمهم الخطاف للحدود، حطهم قبل زادوا ضربوها ابي حتى الحدود تعطلوا. قال لي اسمع نقول لك حاجه،
راهي قال لي في هذيك شغل 8، قال لي 8 تحب تجي، جي جيب تليفون باور بانك تاعك. او كاين واحد، كان واحد اخونا واحد جيري يخدم خطاف تما، ونتي بازا يخدم خطاف، قال لي الا تجي او جايب معاه 3 برايجية لا تجي معاهم. قلت له انا ما عنديش دراهم، كنت نجي وانا ندير لهم شغل عندي دراهم. قال لي سيروا منا ودبر ده بيت 450 ليرة، ورواه في الوقت هذا كانوا يديو ب 600 ليرة، كانت 600 ليرة تروح للحدود. المهم نوت انطق لي هذاك صاحبي اللي معايا، قال لي ما تروحش، قال لي راك مريض ومنا ومنا. قلت له نروح. يقول لي الاول في طولك في عرضك. قلت له نروح سي بون. خرجت كان قدامنا حانوت، شريت نشفى ليها، شريت العسل لي انا منو المريض، شريت العسل شويه كوفريت الدنيا منها منها منها. الحياه نقول لك جوا 10:30 11 شيط لي الخطاف هذا، قال لي اسمع انا، قال لي راني في افجيلار. قلت له صاي، قلت له انا خارج. خرج معايا هذاك صاحبي، مديت له الباسبور بعد عليه تما، مديت له الباسبور. المهم سال منه، طلعت كاين 3 هذوك براجيه ما نعرفهم ما يعرفوني، طلعت معاهم صافا. وهذوك ما كانوش رايحين مع، كانوا رايحين وحدهم، كانوا تا هما رايحين للحدود وصايي. كي جات السبه في السبه سما نركب معاهم يلحقوني وصايي. مع الطريق بدينا نهضروا نقصروا مع الطريق هكذا، لقيت ولاد فاميليا ما خاطين، وديجا عندهم في هذيك عندهم غير بالك 20 يوم اللي جاوا التورك ولا. المهم بدينا نحكي منين نتوما من البرج هكذا 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 هكذا، لقيتهم ولاد فاميليا. مشينا ولاد فاميليا، واحد معانا نشفى عليه الشغل كان يغني، قال لي انا كنت شونتور في البلاد ومنا ومنا ومنا. المهم بدا يغني لنا في الطريق والدنيا ومنا. بعد كي قبل ما نلحقوا للحدود قال لي الخطاف، قال لك تخلصوني. وما جبدوا يخلصوه انا ما عنديش. قال لي درام، قلت له انا اخي تفاهمت مع كريم، قلت له دوك نروحوا للحدود ومنا ومنا. قال لي تخلص لي دروك ولا نهبطك. قلت له هبطني. قال لي ما نهبطكش، قال لي تخلصني. قلت له ايه، قلت له يا، قال لي يا تخلصني الاول الشغل بريساني، قال لي نهبطك. قلت له كي، قلت له هبطني وكان يحب نهبط. قال لي نطلعك ونروح تما ونشوفوا كيفاش. وهذاك واحد معانا نشفى عليه اسمه امين، هو فرنسا ديجا راح فرنسا. هذاك بالضربه تاعو الاولى خرجوا زوج، واحد براجي ما صلحتوش وزوج صلحت لهم. هذاك براجي، واحد براجي اسمه امين، قعدت نقصر معاه. قال لي انا عندي حبيبتي هنايا في الصوت. قال لي تقرا في هذاك الوقت، قال لي ديجا ورايح للحدود. قال لي وهي ما على بالهاش، قال لي ما قلت لهاش. قال لي وش كنا ناكلو في الحلوة، باش سكسيتو في الحلوة هذه منين جبتها والدنيا. بدا يحكي لي من كل واحد عنده حكايته. المهم مشينا، هو الخطاف على بالو بالنقطة منين جمع هذيك، حطنا الخطاف. من بعد قال لي يا روحنا انا وكريم نتسالمو نتعانقو. قلت له كيفاش ما تعيط ليش ومنا ومنا. قال لي هاي واش صرا واش صرا واش صرا. من بعد قال لي عطاني عاوني 300 ليرة نمدها له. قلت له انا ما عنديش. قال لي ما عندكش؟ قلت له ما عنديش. قال لي انت مريض. قال لي من بعد بشويه 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 هكذا كانت عندهم هما الليره، داو معاهم الليره اش بعد 100 منها 150 منها 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 في هذا يعطاها. والله يضحك هذاك الخطاف، قال لي صار هكذا جيت بلا دراهم والدنيا، والاول كي ركبت معاك تقول لي عندي دراهم. المهم هبطنا في النقطه هذيك. كاين تما كاين وليد معاه نفارات كيف مراد وكريم انا وثلاث هذوك براجيه. نطقوا هذوك 3 براجيه قالوا لنا ندخلوا معاكم للحدود، في الحدود نتفاركوا. اي خلاص دخلنا مشينا شويه لعبينا بيستا، يعرفوها كاع الحراقه تسمى البيستا، تدخل عليها باش تروح للحدود. مشينا على لحقنا في الوقت هذاك، لحقنا جوه الوحده وحده تاع الصباح الحدود تسمى في النقطه الوحدة تاع الصباح. الوحدة تاع الصباح مشينا، كي قريب نلحقوا للحدود
لحقنا الربعة ونص، الربعة ونص نطق لينا وليد، كنا قبل الحدود نركضو شوية هنايا، يطلع شوية النهار ونقدمو، ركضنا ولينا نصبو في رواحي هنا، جلينا شوية هكذا، ركضنا شوية ومن بعد نوضنا، نوضنا مشينا للحدود. أنا في بالي كي قال لي قربنا الحدود، أنا في بالي قريبة صاي قربنا. زيدنا مشينا راه نقول لك مشينا من 6 ونص الصباح وحنا نمشيو، مشينا ل 11 لحقنا للكرياج. كي لحقنا للكرياج هذيك البلاصه منين لحقنا، ما حكيتلكش انا قبلها كنت نمشي بيها، من بعد بدات تصدري توجعني صدري الدنيا. وكان معي في الحق، كان معي كريم هذا، من نروح يقول لي زراب دي بانيني يسناني. المهم هو فري لي زون تراسو، وليد هذا، وليد هذا، وليد بلادي هذا، وليد هذا. ال 11 كي لحقنا للكرياج، لحقنا لحن بلاصه مكشوفه، وكاينه زوج عساكر. من بعد كي قربنا للكرياج رجعنا، من بعد بدينا بيناتنا كثرت الهضره، شافونا ما شافوناش، شافونا ما شافوناش، قال لك نبدلوا بلاصه. زدنا مشينا من ال11، زدنا مشينا للوحده تاع قايده سما ولا زليله هذوك، وحده طلعنا كاينه بلاصه شابه مليحه، بلاصه فيها الشجر الدنيا. قال لك يا منا نقطعو سيبو، هيه نقطعو. ومن بعد في اللحظه هذيك ما تفاهمناش، شغل وليد والنفرات اللي معاه، قال لك انا ما نقطعش، نقطعوا الكرياج دروكا وغدوا الصباح نمشيو. ومراد كانوا معنا البريجيه هذوك، ومراد قال لك انا نقطعهم دروك ونقطع دروك نمشي دروكا. قال لك انا ندي معايا البريجيه هذو وكريم وانا وهو. ما تفهمناش، واحد يقول لك نروح، واحد يقول لك ما نروحش، واحد يقول لك نروح، واحد ما تفهمناش. ومن بعد جوايز زوج ونص ثلاثة تفاهمنا ونقطعوا الشباك، نباتوا مع الحدود. غدوة الصباح نتكلوا على ربي، سي بون روحنا نقطعنا. هبط مراد وكريم، نهبطوا قطعوا الشباك، ومن بعد عاودوا ردوا. حنا رجعنا لبلايصنا ورقدنا، طاحت الظلمة، سي بون طاحت الظلمة، رقدنا. ومن بعد شوية هاد الوحدة تاع الليل برد برد، تشوف البرد اللي في الحدود تما ما تأمنش، برد بزاف، ما تقدرش ترقد، ما تقدرش. نسمعوا في الهضرة تاع العسكر تاع الدورية، نسمعوا فيهم يهضروا بالبلغارية، يتهاوشوا بين بعضهم هكذا. عدنا هكذا مخلوعين، وهي الليل كامل وانت تسمع في السلاح، الليل كامل وانت تسمع في السلاح. سلاح هي كنا صاي، كنا نوضو الصباح لقيناها ردوها، نعاودو نقطعو ما لقيناهاش، نفتحوها نوضنا جوايا 5:30 تاع الصباح، نوضنا برد. واش نقول لك يا اخويا عامر، البرد يقتل. نوضنا الصباح بيان الدنيا، روحنا لتما لقيناه مازال شغل كيما، ردوها وسيبو، ردوها وصاي. نطق مراد قالك يا عم غير ردوها، قال لك دروك نقطعو في هذيك كان 6:00 كان مليح. اي روح في هذيك، كنا داخلين في رحبه، كنا داخلين كاع نمشيو حتى ل 79 كيما قلت لك، ومن بعد نتفاركو. كي دخلنا الاول دخلنا مخلطين. ومن بعد الشغل الاولين كي دخلوا سمعنا سلاح رصاص، وسمعت عارف هذاك تاع ما يتيروش عليك، فسمع بلي كيطيحوا في الناس. شغل تخلعوا، بل قلت تخلعنا كنا نصيبو، هي بعيده، مي تبان لك قدامك، تبان لك تكون انت غير هنا وخلاص. عاودوا اللي دخلوا بالك، انا ما دخلتش في هذيك، عاودوا اللي دخلوا بالك رجعوا. ومن بعد كي بانيكات الحاله، من بعد ولا يقول لك واحد ندخل، وواحد يقول لك ما ندخلش، وواحد يقول لك ندخل. دخلوا الاول قبلها، نو قبلها جا لي وليد قال لي اسكي تروح معايا، قال لي تروح معايا ومنا
وهما يروحوا. كنت انا هادو عرفتهم الاول ونروح معاهم ولازم ما نخليه يمشيو منا ومنا. قال لي نورمال، قال لي سي بون، قال لي تروح معاهم تروح معاهم. هي المرة الدوزيام دخل مراد، دخلوا البراجية ثلاثة، دخل مراد. كنت انا نشوف مع وليد ونشوف معاهم كي داخلين، نروح مع هذا ونروح مع هذا. هي تكس على ربي، ودخلنا في دخلنا في ثلاثة في ستة، دخلنا في ستة، دخلنا احنا في بالنا الوليد ورانا. من بعد ما كانش والي سي بون، دخلنا في نص الغابة. كي دخلنا في نص الغابة مشينا شغل تبقى البيستان تبقى الغابة وتدخل وتروح يقابلك جبال الاولين صغار هكذا. الجبال الاولين هذوك الصغار بديت انا زدت عاود صدري بدات توجع فيا، توجع فيا بديت نتكل. هما لازم في الحدود تمشي، ما فيها لازم تبعد، قد ما تقول تبعد تبعد. اي وكريم يهضر معايا يقول لي زرب منا ونتعيطو قدام، بعد قدام مكياش نتعيطو، هو يقول لي شكي تيحونا سبحان الله. وتما فهمتش انا نعيطو يعني، ولا نعيط يا كريم منا منا ولا ماشي شغل تعبت انا. قلت لك ساعات البرايجي ومرات بعدو علينا، قعدنا غير انا وكريم، بعدو علينا غير انا وكريم ريحنا. قال لي لو كان دريتك مريض لما مش هكذا لا مش. قلت يا خويا كريم على باليش، وانا لازم تاني نروح. هيا صافي قعدنا غير انا وكريم في نفس الغابه، قعدنا غير انا وكريم قريب الحدود هكذا. ايه قعدنا غير انا وياه. قال لي اسمع، قال لي هما راحوا والتليفون اللي عندك، قال لي كان معاك، كان عندي سامسونج صغير هكذا ما يمشيناش. التليفونات باور بانك الملاح بالكل عند البرايجيه هذاك. ايه قال لي كريم شاف، قال لي المدينه الاولى اللي نكوها هنايا في بلغاريا، المدينه الاولى نقطعوا منها ونروحوا. جات ما جاتش هي صحيح. مشينا زدنا غدك شويه في الغابه، نسمعوا في الهضره. كي سمعنا الهضره كاين مراد البرايجيه هذوك ثلاثه مريحين مريحين. كي خرجنا فيهم تخلعوا، ما تقولنا لهم احنا وهكذا وهكذا وهكذا. المهم هيا قال لك صاي شغل فرحوا شويه هكذا، وقال لنا فين كنتو. قلت له بدينا نمشي، بدينا نمشي وبلغاريا هذيك الجبال اللي فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. الغابه في في في, في خلقي الغابه هذيك. المهم مشينا النهار الاولي، النهار الاولي جانا مليح شويه. النهار الاولي ايش دا دو لي نرجي مازالت وتمشي. مشينا في النهار الاولي 20 كيلو، امنوا لك 20 كيلو كيف حسبناها كاينها 20 كيلو. مشينا 20 كيلو هذيك كيما جات كيما يكون الحال. لقينا واحد الفلاح في الطريق هكذا هربنا له. المهم باش تحكيها بلي ديتاي ما تقدرش تحكيها بلي ديتاي، واش لقيت واش ما لقيتش، تسمى قادر حاجه تنساها قادر. المهم مشينا حتى لحقنا لواحد القنطرة، القنطرة هذيك لازم تقطع فوق لازم تقطع فوق القنطرة ولا تحتها، تقطع فوق القنطرة وكي تقطع فوق القنطرة تدخل في واحد الطريق تاع الكودرون بعد زيد تحكم من جبل. المهم لحقنا في النقطة هذيك نشوفوا هنا لي تورو، تسمع طوموبيلات تسمع كلش. تفاهمنا نركضو وغدوة الصباح بكري نروحو نقطعوها قبل ما يطلع النهار. احنا ما ريتش كيفاش روطار دينا ولا كيفاش، مش فاهم عليها حتى لتمنية وحنا ما زلنا تما. ما ريتش علاش دروك اللي حد الأمل على باليش انا علاش نكتبو صايي على كي لحقنا التمنية هذيك. في الثمانية هذيك نطقوا لينا قال لي مراد نقطعوا، كنا مراد ما نقطعوش ومنا ولي تورود والدنيا ويشدونا ومنا ومنا. اصبر العشية ولا في الليل ونقطعوا. احنا صبرنا صبرنا، قال لك نو احنا كيف رحناش فوق القنطرة، احنا ما رحناش فوق القنطرة، رحنا على الواد. الواد نحينا الصباب تاعنا الواد
نطلعوا نقطعوا الواد ومن بعد نطلعوا في طليعة صغيرة هكذا كي ماسكة الطريق، بعدا نقطعوا الطريق يلا في الحساب ونروحوا. هي تفاهمنا احنا فنتقسموا، مراد وواحد البرايجي وكريم يروحوا هما الاولين، ومن بعد كي يقطعوا هما يستناونا على الجهة اللي من هنا ونزيدو نجيو انا وزوج البرايجية هذيك. راحوا هما الثلاثة قطعوا راحوا. سمعني خويا عمل؟ راحوا بعد صاي راح نشوف عليه اسمه امين دوزيام، الله نسيت عليه كيف اسمه. المهم راح امين ومن بعد زاد برايجي ونستنى دوك البرايجي هذاك امين كي مشى لحق الحافه تاع الطريق، لحق الحافه تاع الطريق هو وحبس جوندارم تما وشافونا. هو من الخلع ما قلناش حنا الزوج وراه ما قلناش لا باللي جوندارم تخلع. كي دار وجرينا كي جا فهمناها لا باللي بعد لوحت خطوانا لقدام دورت كاين جوندارم. واش نقول لك خويا عامر؟ شفت بينا بحوايجنا كيما كان الحال، شيرنا رواحينا ديريكت في الواد هذاك، اقسم لك بالله ديريكت في الواد ونجريو من الاخر ولا بريسيو. تشوف كيش قطعنا الواد هذاك، انا في بالي شغل كي نقطعوا الواد ما يجيش ورانا هذاك الجوندارم. قلت امبوسيبل باش يقطع الواد تسمى ويجي لينا. قطعنا احنا في ثلاثة الواد، كي قطعنا في الواد في ثلاثة ندور نلقى الجوندارم قطع، الجوندارم هذاك قطع الواد وشد في هذاك الدوزام نسيت اسمه كيف اسمه. المهم صغير في عمره 18 سنة ولا 19 سنة نشفى عليه هذا صغير، شدو من الكابة تاعو هو يعيط علينا اصبروا سلموا رواحيكم اصبروا. حنا ما صاي دورت الامين هذا كنت صاي شدوه قلت نهربوا. هربنا دخلنا انا وامين هذا دخلنا في نص الغابة، دخلنا لداخل تبعدنا مليح مليح، تبعدنا مليح مليح بدينا نهضروا انا وياه. الماكلة ما عندناش، الباور بانك كان عنده، انا باور بانك التليفون تاعي داوه هذوك الاولين كان عندهم داوه، هو قعد له باور بانك وقعد له التليفون. كيش نديرو نهي نحينا حوايجنا هذوك حطيناهم يشيحوا. وكانت عندنا شي حاجات الاولين طحنا المورال ونخمو اسكو نسلمو رواحينا واش نديرو كيش نديرو. قعدنا غير حنا في زوج خلاص. قال لي قلت له كيش نديرو، قال لي شوف، قال لي هذاك امين، قال لي نرجعو للنقطة اللي ركضنا فيها البارح. قال لي لعل وعسى بالك يديو بعض الحراقة بالك، ما على باليش انا. قال لي المهم بالك ندبرو. قلت له مشات، قلت له سي بون مشات. ركضنا تما في الصبحية هذيك، ركضنا تما حتى لحقت الزوج نوضني. قال لي نقدمو، هيا قال لي نقدمو النقطة هذي. قلت له صاي بري، انا طايح لي المورال الدنيا صاي. قلت نسلم راهي صاي، قلت ما فيهاش، قلت سي بون من الاول ما فيهاش. مشينا جوايا من الزوج وحنا نمشيو تما، مشينا جوية ثلاثة ونص أربعة نسمعوا في الهضرة في الهضرة كدا. احنا خافنا كنا بالك العسكر ولا كاش حاجة. المهم بعد قال لي صبر هنايا، طلع هكدا شوية كان حراقة ثلاث مغاربة. انا هما احنا كنا اربع عباد، مي كي لحقنا ليه مشكون كاينة لقينا هذاك صاحبنا اللي شدو هذاك الجندارم لقيناه معاه مع هذوك الناس. بالك حيرنا قعدنا نتفرجو معاه شغل الهضره، ما قدرناش نهضرو مع بعضنا. هو حار كي شتا لقانا وحنا حيرنا كي شتا لقيناه مع هادو. قلنا له واش صرالك انت؟ انا كي كان شاد من الكابا خليت له الكابا وهربت انا. قال لي طلعت لاهم دحت عليكم ما لقيتكمش. من بعد قال لي لقيت الناس هادو ريحت معاهم. قلت له حنا انا بالزهر كيف دوك هذوك المغاربه في ثلاثه زوج حبوا
واحد ما حبش، قال لك انا نو من المهم، قال لك انا ما من بعد ما الاخر قال لك سين نورمال، ريحنا معاهم قلنا له ما عندناش ونروحوا هنا وهكذا وهكذا، قال لك نركضوا هنا و جوه 3 تاع الصباح نمشيو نعاودو نقطعو القنطرة هذيك. صاي 3 تاع الصباح الظلمة الظلمة، واش نقول لك، نوضنا وبدينا نهبطو، هبط شغلة وتهبط في جبل 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 باش تطلع شوية تبقى القنطرة، القنطرة تقطع هي تفاهمنا نروحو. المهم باش جينا وصلنا للقنطرة هذيك تحاسبنا شوك شجر اسطيح، المهم كارثة وصاي كارثة وصاي. المهم احنا مع الطريق تفاهموا شغل زوج مغاربة كنا عم يهضروا، هما شغل تفاهموا شغل كي نقطعوا هذيك القنطرة يهربوا علينا، هما النية تاعهم هكذا يهربوا علينا. المهم احنا تفاهمنا نروحوا نجريو القنطره، نمشيو شويه في البيستا هذيك، ما نكملوش التوري دا سكا بيستا تدخل تاع القدره هذه باش تطلع للجبل. حنا مشينا 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 دورنا ما لقيناش الزوج هذوك، ولينا نعيطو نعيطو. رجعنا شويه اريير كاينه في الجبل الفوق طالع، طلعنا وراهم ولاو يتهاوشوا كيفاش تخليونا هنايا نيتكم مصالحاش منا منا منا. المهم طلعنا شويه راس الجبل هذاك وركضنا ركضنا تمام بعد دي مارينيز نمشيو دي مارينيز نمشيو مشينا 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 في الجبال هذيك طيحة ونوضة تعرف طيحة ونوضة. ومن بعد هذي من تم لحقنا البلاصة اللي تعرفها 79، كي لحقنا 79 كي قرب 79 باش تقطع الطريق تقطع الطريق تاع 79 لازم تفوت على القناطر قنطرة سي قنطرة صغار هاي لازم تقطعهم وتقطعهم جيري. قبلها قال لك نو قال لك هنا تقسموا كي ندخلوا في عبة الشمس هذاك نتلاكوا صاي صاي. انا رحت مع زوج وامين وهذاك راحوا مع واحد مغربي. المهم شغل هذاك اللي ما تفاهمش معاه مرحبا امين. انا وين كي رايح شغل حد الرهن عادي في الاولين ما عندي والو، انا ما عندي لا تليفون لا والو، كيما يقول لك تمشي الله غالب ما كيما يقول لك دير. رحت معاه نتقس الواحد انا مغربي قلت له اعطيني، كان عنده ايفون قلت له اعطيني نشوف حبش اعطيني، قال لي نو منا منا. بدينا نمشيو من كانت كل الحراقه على بالهم بالكوري، كاين بلاصه هكذا نعيطوا لها الكوري ولوزين. المهم دي بوا هكذا نحطوهم حنا نحطوهم كي يديو الحراقه ولا يقولوا الناس كاو كوري ولا معروفين بلا سوين من هذو. المهم تقسمنا كي تقسمنا هما راحوا سيبو حنا هبطنا بدينا نمشي نمشي ونمشي ونمشي ونمشي. نطق واحد مغربي قال لك انا نهبط احنا كنا نمشيو في الحرث، قال لك نهبطو للبيستا. قلت انا ما نهبطوش للبيستا، نهبطو للبيستا طيحونا. قال لك نو نهبطو. بدينا هكذا بيناتنا نتفاوشو كيفاش نهبطو ما نهبطوش. قال لك انا نهبط ليه بيجي يجي ما يجيش براسك. هبط تمام بدينا نمشيو في الطريق في الليل، هذه في الليل نمشيو في الطريق ونتخباو كي تجي طوموبيل نتخباو، وهي هذيك الطوموبيل راهم يعديو هما دوريات، هما دوريات تاع بلغاريا. المهم كي حنا ماشيين في البيستا ماشيين في البيستا ماشيين، جات طوموبيل شفنا الضو تاع الطوموبيل هي كان جاي بعيد. قلت لهم جماعة قلت لهم احنا تخبينا بزاف زاد جاية طوموبيل، المهم كي تجي نتخبى. المهم ماشيين هذيك بيستا تاع القدروة، كي جات هذيك الطوموبيل تخبينا مورا الشجر هكذا قصير شوية. احنا في بالنا ما يشوفوناش في الليل الظلمة وين يشوفوك.
المهم تخبينا مورا الشجرة هذوك عداس طوموبيل ايش قدام الطوموبيل، كيما عداس الطوموبيل فران تسمعوا من قلت لهم كنتم جماعة كل يوم حاجة عطيه هنا سيبو، هما مديرين درون ومديرين مديرين ايه ديجا شافوك وصاي. المهم احنا مريحين في الظلمة تنشوفو خيال جهة وخيال تشوف خيال في الظلمة. ستوب 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 ستوب، واش راه دير؟ انا الاول دي سيدي اسمه نهرب انتهر بلا تليفون. ستوب ستوب، حطينا يدنا فوق رواسينا. انا كانت عندي 40 ليفو، كانت عندي 40 ليفو بلغارية، وهما ما لعبيش فاش كان عندهم. الاول كانوا يقولوا لي ما عندناش دراهم والدنيا، من بعد ظهروا عندهم دراهم. ستوب جات لينا ما ضربونا ما والو. ستوب ستوب جا لينا من بعد كان شكون يهضر لونجلي مليح، كان معايا هذاك واحد مغربي، دورت كتو يرشف نطقت ليه انا قلت له نورمال نورمال، قلت له من بعد كي سمعنا هضر قال لي واش راك سكون، ما حبيتش نهضر. من بعد كان ماني وكان الدراهم، كنت انا كانت عندي 40 ليفر، جبت له 20 ليفر، جبت 20 ليفر عطيتها له و20 ليفر خبيتها خليتها سما مازال ما فتشوناش. كان التليفون قال له افتح لي اسمه مود باس، قال له افتح لي مود باس على الايفون، فتحوا له. كنا وين رايحين؟ منا بدا يسكسي فينا الاول ما هضروا معنا ما والو. من بعد هذاك طروازيام قالوا له الدراهم، قال لهم ما عنديش، ومنا لاحوا يدهم هكذا للجيب ولا ما عرفش، الدراهم اخي يديرهم في سيلوفان الدنيا سيلوفان. المهم دراهم سيلوفان، ضربوا على راسه هكذا، قال له شغل كيش تمسخر بيا والدنيا في كل دراهم ما عنديش، هزونا حطونا في الطوموبيل كات كات ملاريار تاعهم تاع البوليس. انا نخلع الدنيا نسيت باش نخبي هذيك العشرين ليفا. داونا الكوميساريه، تاعهم هذيك تما صورونا، وانا ما نحكي لك الطين وجايين الشجر تعرف هذاك انت مخبش العيا تخمم ما كانش المورال يطيح. لكن المهم وقفونا صورونا هكذا، باش جا عندنا واحد كوميسار تاعهم ولا ما على باليش انا. المهم اللي حاكمهم كان التليفون والدراهم، كنا له التليفون والدراهم داوهم، كنا له داوهم هذوك الاولين. من بعد قال واحد معاهم قال لهم فتشهم، قالوا قال عطيني الدراهم، قلت له ما عنديش. قال لي التليفون، قلت له ما عنديش. انت عطيني التليفون، ما عنديش دراهم ما عنديش. قال له فتشهم. انا كيف فتش لي الك 20 ليفه هذيك؟ ايوه ضربني على راسي. اذا قال لي كيفاش تمسخر بيا واش بدل لي الدراهم هذيك؟ فتشهم ما كان دروك كيش يديروا لنا كيف نباتوا. كان مهم احنا على بالنا لا بلي نباتوا تما، نباتوا في الكوميساريه وضو ما بالناش كيش يديروا لنا. المهم على بالناش واش داروا لنا، فين بيتنا؟ هيا في رايك فين بيتونا؟ شفت لا مال هذاك تاع الطوموبيل هذوك، لا مال يجيو هكذا يتغلقوا ب يعني يجيو كات كات هذيك، من بعد يتغلقوا من لاريير هكذا ب قالوا تكتو كان يطلع نطلع. كنت بيني وبين روحي نطلع، طلعونا في شحال احنا في زوج وانا الثالث، طلعونا لتما وغلقوا علينا. نسخمهم روحي وانا راح نبات هنا. من بعد كنت بالك طلعونا برك دوك يهبطونا بالك دوك راح الكلاب تما تاني الكلاب تاعو الكلاب هنا بحود الدنيا. احنا قاعدين شوية وزادوا جابوا لنا ثلاث مغاربة، ثلاث مغاربة زادوا فتحوا علينا هذاك المال وطلعوا ثلاث مغاربة هذاك، ولينا في ستة تما في ستة دي. المهم الليلة هذيك باش نقول لك عذاب يعني، فتح علينا واحد المال هكذا واحد جندرما شارلنا قرعة الماء صغيرة، وكانت شوية تمر في الكابوس تاعنا هذيك، فتشد هو كتمر شارها لنا وغلق.
وفي الليل في الليل يجيبوا لك الكلاب ينبحوا قدام الطوموبيل هذيك باش ما تركضش، باش يلا يطيحوا لك المورال. هو ما طيح المورال ما والو، هما بيناتهم تما يتفاهموا كيفاش يزيدوا يضربوا، كيفاش يزيدوا يرجعوا، وكيفاش وفين طيحوكم وكيف. طلع جوي 7 تاع الصباح، طلع جاو فتحوا علينا المالا هذيك، هبطنا المالا هذيك كيف فتحوا علينا المالا قابلنا اونغار هكذا. اونغار بالمناسبة احنا كنا رايحين نقطعوا، كانوا النقاط تاعنا ليامبول، كنا رايحين ليامبول. كي قابلنا لونغار هذاك فتحوا لونغار لقاها معمرة حراقة تما. انا ما على باليش في الليلة بلي الحراقة ما من داخل والدنيا، على بالي كيف فتحوا علينا وشت الدنيا هكذا. كدبت، واحد عضو الكلب من يده، واحد طايح، واحد راه المهم ما تشوف الحالة، النساء الدراري صغار تما صح تحس تقول واش جابني انا لهان، واش كي ندير انا هنا. يعني انا تولي تخمم صح هكذا تقول، وهي هي هذو العقبات تفوت تفوت عليهم على الطريق التركي. دخلونا لداخل ريحنا، بدينا نعرفو ناس هكذا تما، انت منين جيت، واحد طيحو في التران. وانا بعد جبت لي واحد اول مرة نشوف التيكي تاع التران تما هكذا، ورالي قال لي ها هو انا طيحوني في التران الدنيا منا. انت مزادو المهم تعرفنا احنا المغاربة الدنيا منا مريحين تما بزمان شغلي يدونا الحدود. احنا مريحين، هما الكباص تاعنا مطيشين لداخل برا هكذا، برا قدامنا يطيشوهم قدامنا هكذا. كاين واحد مغربي تما شغل صغير هكذا شويه وبين قافز، تفاهمنا لازم نجيبو الحوايج تاعنا اللي ملاح تما، لازم نجيبوهم باش نلبسوهم مي لازم يفيكوناش. نشفى ليها خرج هو صغير وربعنا هكذا، شفت الباب بعدها ديرك فتح شويه الباب هيدا، هز الكباس هذيك ودخلهم. عاودنا لبسنا الحوايج تاعنا هذوك اللي باش ما يروحوناش وصاي تسمى نرجعوهم وصاي. حنا مريحين ساعه ساعه يدخلوا لنا الكلاب، كلاب صغار هكذا شويه، كلاب صغار هما اللي يدخلوا الكلاب هذاك باش يدريسيوهم. يدريسيوهم الريحه تاع الحراقه الدنيا ومن يدوروا بيناتنا تما. وبعد كل نص ساعه يجيبوا ثلاثه زوج، كل نص ساعه ثلاثه، المهم بدا يتعمر شويه. طيحت انا في ثلاثة مغاربة شغل كيدخلون على بالي اللي مغاربة، هما طايحين لي ليبيين. بعد قلت له كيفاش تمسخر بيا انت، قلت له انت مغربي وتقول لي ليبي. بعد قال لي انت حاب من هنايا، حاب تفرش هنا وهكذا شغل ما. وانا لازم في هذيك نخمم كيش نروح من الحدود. انا خلينا طيحوني خلاص، خمم كيش نخرج، كيش كي نروح من تم، كيش نروح انا من ما عنديش دراهم كيش ندير. المهم جوه زوج جاو فتحوا علينا الباب هكذا، قالوا لنا، قال لي انت زوج معايا، قال لي انت وزوج هذوك نوضوا رواحوا جون دارما. بعد قلت فيها ان انا قلت له انا مريض ورجلي انا ما بيا والو، قلت له رجلي ما نقدرش لعبتها له ما نقدرش نوض. قال لي ريح. شاف مع المغاربة ثلاثة هذوك هما صحاب، قال لهم نوضوا راحوا. انا قلت بالك ما ريتش، بالك كاينه كاش حاجة، بالك البصمة على باليش. انا قلت المهم بالك كاينه كاش حاجة، هما واش راحوا يديروا؟ راحوا يخدموا لهم تما في الداخل في الكوميسارية هذيك، يردوك يلاه المهم نتوالي لهم تما ما على باليش انا. المهم يديروا لك كاش حاجه، المهم يخدموك في صغير يتعبوك بزمان يديوك. ومن بعد دخلوا منا هزين في بويطه تاع الماكله هكذا شو. ومن بعد كنا مش عيانين، تكذب كيش عيانين، واش داروا لكم انتم؟ قال لنا الحكايه. نطقت انا سما بيني وبين روحي، قلت له على كلبك سما هذا، سمع قلبك حلو هكذا تلقاه ما تكسرش راسك الطريق هذيك. المهم مريحين تما و
تما ضرب الدبزه الدخان وهذه ما نحكيلهاش، هذيك نافيغي زمانك. المهم ما نافيغي زمانك، وهذاك هذاك كيما نقولوا الكوري، هذاك حطينا لونغار، هذاك اللي حطينا فيه جاي الطاقه تاعو صغيره هكذا جي ستريك، نطلعوا فوق الطاقه، الطاقه هذيك هكذا نديروا نلقاو معديهم تما نقولوا له الماء الدنيا. في الحقيقه تاع ربي كانوا يجيبوا لنا الماء، الشعب الشعب المغاري تما يطيشوا لنا قريه تاع الماء والدنيا، يعرفوا لا باللي حراقه والدنيا. المهم مرتاحين تما، ريحنا وساعه يدخل علينا واحد شفتو منا ما تعيطوش يا مخلطه مخلطه نسى. والله يا خويا عامر صحي وجعك قلبك كي تشوف كي تكون احنا، تقول احنا واش خاصنا في بلادنا حتى نوليو نجرجروا هكذا والدنيا، تولي صح تحس بتنذل ماشي ما تولي تقول نورمالمون انا نعيش الحياه تاعي خير من الحياه هذه وما نجيش على الطريق هذه، ونورمالمون انا بالفيزا والجزائر وحنا خير عليها. المهم حنا ما ريتش اش صار لنا في البلاد هذه، والله ما على بالي لحد الان يعني، واحد ما فاهم واش صار في البلاد هذه لحد الان، انا هكذا ما فاهمش واش صار هنا في البلاد هذه. المهم الزوج تاع الليل نوض بدا يمشي بينا، مشى بينا لحق الحدود، الحدود يهبطوا فينا، ولا بروميير فوا نشوف انا سما نسى فقه معسكر، كيف تنسى عسكر تما الدنيا رمضان حقاه شي اسمع. حكيت لك انا في الغابه فطرنا في هذيك رمضان، احنا فطرين باش حقاه شي اسمع. حكيت لك راك مسافر في رمضان احنا راك مسافر محمد. المهم احنا في رمضان هذه بالك الفطرين الدنيا. المهم الحدود في الليل فتحوا لينا كي تنسى عسكر الدنيا، بريمي فوا نشوفهم انا. المهم ومن بعد بداو يستفوا فينا هكذا فاكات، بداو يستفوا فينا يستفوا فينا، وكاينه هكذا يفتحوا باب صغير هكذا يهزوها الباب هذيك هكذا ونخرجوا منها. في الحقيقه تاع ربي والله ما ريت النهار هذا من كاين لا ضرب لهم يحزنوا. فتحوا لينا هكذا وكاين واحد هز عود في يده هكذا تاع الشجر، سمع خرجوا هكذا اللي جات فيه الضربه جات اللي ما جاتش صيبه. ومن بعد خرجونا من الباب هذيك الصغيره هكذا، خرجنا لبرا من هيك. ومن بعد ولا واد تما تعرف المغاربه الجزائريه هنا، واحد يطيح في الهضره، واحد يطيح لهم في الهضره هكذا كيخرجوا تما سخروا صاي. حنا خرجنا تما بالكره، قعدت انا خرجونا في البلاصه توب جيلار اسمها، في توب جيلار خرجونا لازم نمشيو. قعدت انا والمغاربه هذوك